جديد والجميل. جمال جمال خوش خواتاتي ألف مرحبا. مسيرة غادة مجانية إن شاء الله. اليوم كيتوجه عندنا مدينة بن سليمان بلاد لافامي دريويش. لافامي دريويش عمر دريويش واللون الأسود. ما شاء الله السلعة ديال كايزر عاوتاني غنطليها في بن سليمان. الله يبارك غنكحل على بن سليمان بالخير بالخير بالخير. بالخير الله يبارك. هاد جوج بياسات مال افيمال لعبد الدري ولد البلاد انور وسميتو زكريا. زكريا مشرفين اللي بغا يتولع نمشيو نعطيهم النمرة حتى يجيو عندنا في الماكينة نهار يوجدوا الكوبلاج. مرحبا بكم عند انوار وزكريا واللون الاسود كايزر وش مايا ولاش لعيبه تسناها حتى غتسمي سميه انا خويا انا خويا شوف والله ما كاين العمل هان جمالك جمال تبارك كل شيء على المصداقيه ما كانش مصداقيه والله ما جا عندك اي شيخ خويا بقى بن سليمان دكاله الحمد لله كاين المصداقيه واللي بغا شي حاجه يوسف 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 المغرب ديالنا جوزيف وجوزيف. شوف انا كيعجبني هذا المقر هذا الله يستر لي في هذا المقر هذا نقص خويا جوزيف والف مرحبا بهم اللي خصها شي حاجه الف مرحبا واحلى كافي كاين هنايا درب سلطان درب سلطان طان طان ودرب سلطان تحيه لكم عاصمه الوطن الف مرحبا واحلى ديديكاس للكاميرامان خويا عبد العظيم الله يكبر بخويا تحيه لك خلاق ما يضيع انا خويا قلع انا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن جمالك جمال عشاء كلاب الضخمة ألف مليون مرحبا تحية لكم جميعا ود ميلون ها اللهم بارك بزاف الله يسخر اي واحد واللي خلق ما يضيع الله يدير الخير حابين قناة سينكابينغ السلام عليكم وتحية لكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. يوم السبت السوق رعب الدار البيضاء وحصريا مع عمر وعمر دريويش الجديد والجميل وجمالك جمال تحياتي عمر الله يكبر بيك الله يحفظك. ديما ضروري ما كندير واحد الخيط باش الناس هاد الكليبات هادو شفتو ما باش صورهم اليوم السبت في قرعه باش ما تخلاوش على سوق قرعه ديما ضروري حيت العنوان سوق قرعه بالدار البيضاء كيتسول على غرينغو على ولاد غرينغو داكشي إيه؟ كانوا دوك الطواف دو فيمال عمر شفي مالو جوج فيمال مشاو دابا راه كاين نفس لابورتي كاين مال وكاين فيمال اللهم بارك غرينغو يا اخي غرينغو ما شاء الله القباري ما شاء الله اوي 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 ويوزع ما شاء الله ما شاء الله كاين شي كلب صغيور يدير لك الدوبا اللهم بارك ما تروا مو اي طريطين هادي ما شاء الله اللهم بارك نصوروا في القرعه عارف هذا اي ضربوا باش دوروا يا خويا ما شاء الله هالبياسه الاخرى الف مال الاخوان هي ما شاء الله ما شاء الله تبارك شبل باها كلهم كلهم القباري عشاق القباري العمالق اما الضباط بزاف اي 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 ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله اي 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 مساحه جيده تبارك اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سامر عاود تهضر ياك اخويا عمر مع الدريوش ولا ما سارعتوش عاود ثاني في هاد الجوج يلا 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 والله ما تقف يدس لحد ان شاء الله يقدروا يطيروا بالنسبه للاثمنه تاع عمر الاثمنه ديما الاثمنه زوينه ياك اخويا ياك يلا اخوتي سارعوا سارعوا اخوتي بالنسبه للرقم عمر الرقم ديما 07 07 05 10 78 كل اللي عنده شي بياسه مليحه تحلى ما عندناش مشكل نشريوها من عنده اللي بغى يشري نشريوها من عنده اللي بغى يبيع نشريوها من عنده ما كاينش مشكل لي فريزو خويا عمر لي فريزو اي بلاصه ياك اخويا ما تحتيش فيا ما تعيطش ليا باقي كنعاود نقول لك من هاد التقال سينكابينغ من القريعه سوق القريعه الدار البيضاء تحيه لكم كاملين الرقم الهاتف عندنا الجديد وديما كنجيب لكم طوب لا ما كانش طوب راه ما غنصورش الرقم الهاتف السي عمر 07 07 05 10 78 الله يحفظك السي عمر انا سينكابينغ عاد لكم من جديد وهاني جيت سوق رعب الدار البيضاء عشاق الدوبرمان زاكي وزاكي زاكي وزاكي من الكبار تحيه لخويا زاكي اللهم بارك اوي اي والشرقاوي والشرقاوي الثنائي اليوم كاين الجديد والجميل عشاق الراعي الالماني اللهم بارك الدخامه الدخامه اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن انا اخويا عشاق الراعي الالماني اللهم بارك القباري اللهم بارك ما شاء الله العمر ديالو الشرقاوي
عنده شي عامين ونص. عامين ونص بالنسبه للحراسه خويا والشرقاوي هذا راه كان فيليا طنجه بيان دريسي وحادي فيلا الراس ياك اخويا اخوان كما كتشاهدوا معنا كاين الطاعه الحمد لله كاين الطاعه والحراسه راه اللي بغى 1000 مليون مرحبا العمر ديالو عنده عامين ونص واللي بغى 1000 مليون مرحبا بالنسبه للثمن والشرقاوي الثمن خليه في الخاصه ياك اخويا واخا ماشي مشكل عطينا الرقم ديالك شوف تبارك الله شوف السردي هذا السردي 06 26 09 61 23 عاود الرقم 06 زيد 26 06 69 23 ممكن تحيد رجلك نشوفو فوالا الله يرضى عليك هاني خوتي اللهم بارك الدخامه عشاق الراعي الالماني السردي هذا اخويا السردي اللهم بارك ما شاء الله اللي بغى الاخوان الف مرحبا عندكم الرقم على المباشر اوي 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 زكي ماذا تفعل يا زكي اشنو هذا يا زكي يا سلام عشاق الدوبرمان اللهم بارك هاني اخويا طاعه اللهم بارك هاني اخويا تبارك الله كاين الطاعه زكي قول لي العمر ديال تيوا فيميل زيد زيد شحال العمر ديالها عام 14 عام 14 فيميل طيح اون شالور اللي بغى الف مرحبا والثمن السي زكي ياك اعطينا الرقم ديالك خويا ولا ايه 87 زيد 74 ايه 55 ايه 1000 مليون مرحبا الله يرضى عليك اول شوف والشرقاوي شادوا له غلبوا السردي غلبوا السردي غلبوا السردي اخويا اللهم بارك 1000 مليون مرحبا هاد الناس هادو راه بعد سوق عبد الدار البيضاء اهل الثقه اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا الله يدير الخير عوده جديده من قلب سوق عبد الدار البيضاء وشعيب وشعيب تحية لخويا شعيب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن الله يبارك احلى مقدم مرحبا بكم نعم عندنا في طبق العيون بالدار البيضاء إيه؟ اليوم جبنا لكم شي حاجه طاب اللهم بارك إيه؟ داكشي مطريقي داير في مدينه الحيشات هو ديال البرغوت ان شاء الله الانسيال ديالهم راتهم فات بروبليم معاهم مرحبا الف مرحبا بالنسبه للقطوط مولفين في الدار اللي الانسيال ديالهم ديال الدار يلاه جا هو دابا من الدار هادشي ديال الارباج ديالي الله يبارك لي باغو ديالهم أه؟ عاد باش نبيعو ليهم مرحبا ورينا اخويا ورينا اوي 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 اللهم بارك الجديد والجميل الله يا 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 النوع شنو اخويا هنايا هذا الرادو سميتو رادو طابي بوك رادو غيطلع الكلام من بلاصتو اللهم بارك اجي نجح حنا ما نمكش الرادو فيه 8 ديال لي غاد اخويا شعيب الله يكبر بك خويا كيتصنف منه مادلا كولوغ اللي كيكون كريد هذا اللي تاهو كيتطلب تاهو من الهيمالايا انا خويا العوينات ما 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 شاء الله تبارك الرحمن او يا شو لو بوا لو بوا لو بوا لو بوا او يو اتمين الجد او يو 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 الجديد والجميل شعيب وشعيب اجا واحد ابو حمزه في الغابر ابو حمزه في الغابر ابو حمزه قنبله الموسم فينا هو شو غابر دابا يحضر يلا حضروا لي نشوف الله يبارك ما حمزه بان عليك لا او يو 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 حمزه تحياتي اخويا حمزه كلشي بخير هانيه الله يبارك هادشي سلعة داوية على راسها يا اخي داوية على راسها يا اخي الجديد والجميل ما شاء الله تبارك الله جمع لي دي طايرة عطاهم لكم خويا اللهم بارك نشوف اخويا السلعة داوية على راسها بالنسبة للاثمنة السيدي اثمنة مناسبة جد 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 وري 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 شوف اللهم بارك يا خلق اللهم يا سهل بالنسبه لاثمنه شعيب ياك اخويا الشيشات اخويا فين قال الاثمنه ديالهم كيبقاو 700 درهم الوحده اللهم بارك اوجو يو 70 يورو 70 اورو 70 اورو يا اخي نبغيهم اللهم بارك ما شاء الله ناخذهم من عندك الثمن مضوبل خويا 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 عطينا خويا بغيت الارو ديالك التليفون ديالك بغيته خويا رقم الهاتف 20 68 38 38 06 20 68 38 شو مرحبا ابو حمزه
روح من هاتي 20 68 68 30 ولا اي حاجه انا اخويا الجديد الجديد كل الجميل انا تبارك الرحمن الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله يا اخويا الله يبارك اخويا فينك بس عرف الفرق اخويا فينك المشاهدين باش يعرفوا اللهم بارك اللهم بارك عبد الرحمن عبد الرحمن خلينا رقم الهاتف 06 20 68 38 38 ومرحبا بخوتنا كاملين الله يدير الخير يو 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 عشاق كده بالدخمة شراس اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن يا سلام يا سلام تشد الجبال انا اخويا عشاق القفاري هاني اللهم بارك تشد شود ميلود هذا السلام عليك السلام الجمهور ايوه مبروكه بالصحه والعافيه الله يحفظك غالي في الامر واخا كاين واحد الملاحظه ايه اذكر يمكن جايب واحد السيد صديق ديالي عجبنيش الجمهور اللهم بارك كنت غنشاركوا مع الجمهور انا الاختصاص ديالي لي مولوس ولكن راه بزاف هذا ما يعيش في الدار هذا كليب راه ما يعيش في الدار هذا راه خاصو مزرعه بوحدو اللهم بارك النوع اخويا هنايا شيواوا شيواوا دوريجين وتشاش يا خويا ياك دوريجين اللهم بارك أشوف. ما نهز نزو نشوفو باش يشوفو المشاهد اخويا عرفتي شحال فيه اللهم بارك رجع شحال فيه في كيلونس هذا هو الدوريجين شيواوا دوريجين اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن العمر ديالو اخويا عنده عويم عويم اللهم بارك ما شاء الله تبارك تبارطو مع الناس ياك اللهم بارك تبارك الله الاخوان كما قلت هادو الكليب راه مدريسي اللي بوزوا على برا عايش في لابارطومون اللي بغى 1000 مليون مرحبا والثمن ديالو ود ميلود على المباشر على المباشر ماشي على الخاص يلا قول عطيه واعطيه شوف اللي عنده المصداقيه ايه اللهم بارك 3508 جد 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 مناسب راه حيت مال تبارك الله كيخدموا به الفاجات اللهم بارك ما في حتى شي مشكل الحمد لله بالكارنت الفاكسان ديالو كل شيء كليب راه كنعاش في لابورتومون اييه دخام اخويا دخام اللهم بارك هذا اللي كيقول الفرماجي كيشبع اللهم بارك كيلونس كيلونس وصحة جيدة تبارك الله نعبروا معاه اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن هذه السنينات وليك ما عنده ما نشوفه على حيت كبنت صغير تا هو كياكل بحال خلي عاد ما بغاه صافي اللهم بارك اللهم بارك التليفون ديالك اخويا ود ميلود 07 06 84 88 51 اللي خلق ما يضيع 1000 مليون خاصها تكون واحد الحاجه لا كاين الجديد نعم خاصها تكون شي حاجه في المستوى اللهم بارك ماشي تصور ليك لا لا بياسه لا بياسه بياسه الله تصور تشوف بياسه الاخر تجي تجي اللهم بارك هذا تحرقوا معاك عادي بالنسبه للجاليه اللي بغات البياسه 1000 مليون مرحبا الدريات الدراري 1000 مليون مرحبا ديال لابارطومون كل بلد دريسي ما في لا ديرونجمون والو لا خوات لا حتى شي حاجه كليب دريسي زوين جون سي بيان كليب ديال الدار اخوتي ديال الدار ديال الدار ديال الدار كيلونس نعبروا معاك والمستقل منه اللهم بارك ما شاء الله اللي بغى الاخوان الف مرحبا عبد الرحمن عود ميلود 07 06 84 88 51 اللي خلق ما يضيع الله يدير الخير خويا امين بين قناه سينكا بينكا مازال كنتواجد في سوق رعب الدار البيضاء وكريم ود مول الزيتون السلام عليكم الجديد والجميل الله يحفظك خويا الله يكبر بيك شنو عندك اخويا شنو الجديد اللي عندك اللهم بارك ورينا اخويا مرحبا خويا بغيت تكتب لهنايا خشي خويا راكم عزاز مرحبا وانت مرحبا راك ليا الفراجي يلا بين لي اخويا اي 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 عشاق القطاط الجديد والجميل وجمالك جمال تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شنو هاد العجب هذا؟ هذا لي بيرسون لي بيرسون اللهم بارك شوف 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 لي بول اوي 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 ما شاء الله تبارك الرحمن مار ولا فيميل؟ هذه اخويا هذه فيميل اللهم بارك الله يبارك تبارك الرحمن هذاك الشيء مطريطي جبدنا اخويا البياسة اخرى الله يبارك يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن اي 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 بزاف بزاف كيوتات الكيوتات يا اخي الكيوتات ما شاء الله تبارك الرحمن جمالك جمال تبارك الرحمن الله جميل يحب الجمال
قولي يا خويا ذكروا لي نتوما هذا في مال يلا خوتي سلام اللهم بارك ديال الخدمه تولع مع راسك بيرسو ديرو دوريجين دوريجين 100% شوف ما تخلصني السلسله عند الطبيب اللهم بارك ما تزربش اللهم بارك سول على راسك راه عامل هاتف اخويا بيناتنا اخويا اللهم بارك صحيح زيد 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 جبد ليا جبد ليا اللهم بارك هذا جبد 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 البنغالي النمر اللهم بارك اوي 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 عشاق القطار اللهم بارك اوي 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 ما شاء الله تبارك الرحمن يا سلام يا سلام هضر مع مراد يا سلام يا سلام ازيدك فوق ازيدك فوق اوي 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 ما اوي 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 القات النمر الاخوان الف مليون مرحبا واللي بغى يتواصل معنا يا سلام يا سلام دو فيميل دو فيميل البنغالي الناس اللي كيتسالوا على البنغالي ها هو اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن اي 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 ما شاء الله يا خذ بعينك مغمضه داكشي دوريجين حط 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 ما تصوروا طقطق طقطق شي شات يا سلام يا سلام عشاق البنغالي هاني خوتي اللي بغاهم الف مرحبا دو فيميل دو فيمين اللي بغاهم يتواصل معنا اوي 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 كاني كورسو كاني كورسو يا كريم ماذا تفعل يا كريم اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن وجمالك جمال يا سلام اوي 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 طبعا اوي 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 عوينه زورق سعدات اللي غايدير كوني كوسو تحط البياس حط البياس يا سلام يا سلام ما شاء الله العمر ديالو اخويا هذا دوما شوف انت سنينات اخويا باش ما تكونش عنده سنان اللهم بارك ما شاء الله الرقم الهاتف الرقم الهاتف الهاتف اخويا كريم هيا يا كريم انا اخويا البنغالي اللي بغى الف مرحبا البيرسو الف مرحبا اللي بغى ليسيامو الف مرحبا كل شيء موجود ليسيامو هيمالايا ليسيامو هيمالايا اللي بغاهم الف مرحبا انا خوتي ها واحد اللي بيشو ها واحد اللي بيشو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رقم الهاتف كريم 52 اشهد الكيوتات اشهد الكيوتات عشاق القطار اللهم بارك معنا حسام يا حسام مرحبا يا حسام اشنو الجديد والجميل ما شاء الله تبارك الرحمن اشنو هادشي يا حسام بيرسو اللهم بارك زدنا بيزا نشوفو المشاهد يا سلام يا سلام جمالك جمال هادشي زين يا حسام ما شاء الله كيلاج اخويا حسام شهرين دوم ودوم تبارك الله اللهم بارك اللهم وي واو 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 والعيون العوينات ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك حسام ديما كيجي من الجديد حسام مع غالي على التعريف جمالك جمال اوي 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 دوم بالنسبه اخويا الحنيشات البرغوت ليلة سيار ديالو كيمشي وكل شيء مزيان اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله حسام راه غني على التعريف معروف معروف بسوق رعبو الدور البيضاء يا سلام هز لي هذا 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 الكيوتات هذا الكيوتات ما شاء الله تبارك الرحمن الف مرحبا بالجمهور قناة سينجا بينجا مدينه اورانج اييه نويف اورانج اللهم بارك يا حسام بالنسبه للازمنه سي حسام ياك اخويا غير تواصلوا معنا اخويا اللي عجبك الف من المرحبا اعطيني الرقم الهاتف يا حسام 06 29 93 01 ياك اخويا 06 29 93 01 بالنسبه لفريزو اخويا الله يرضي عليك الله يرضي عليك يا حسام يا حسام ماذا تقول يا حسام عيد الرقم يا حسام
09/29/98/01. حافظك الله حافظك الله. يا سلام جمالك جمال الجديد والجميل وجمالك جمال. اللي بغى شي حاجه الف من المرحبا. كنت واجد في سوق رعب الدار البيضاء يوم السبت. ماذا تقول ماذا تقول؟ الف مليون مرحبا ليفغيزون جميع المدن. تبارك الله عليك. يلا خوتي يلا سارعوا سارعوا العرض يلا. اوي اوي اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك الله. ضربني ضربني واد المجرم ضرب مجرم والله تدي ما كيضربني. تبارك الله عليك. يو 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 يا عشاق مالين وشاربوني. جمالك جمال تبارك الرحمن. كنتوجو طان طان ودرب سلطان توجو افيك بطل ديالنا جوزيف. تحياتي كلشي بخير الله يكبر بك. اش هاد العمله اللي شاد الحقيقه. اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام. اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام كاين اخويا. وبالنسبه لهاد المالينوا هاد المالينوا اخويا ود ميلود هاد الميلود هي اللهم بارك ما شاء الله. العمر ديالها ود ميلو العمر ديالها عندها عامين. عامين يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. جمالك جا اوي 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 شو 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 ديك لارا لها بالعينين. اللهم بارك دريزاج كدير شوف. اللهم بارك. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. ورقم الهاتف اخويا 07 07 06 84 88 51. الله اكبر. حيد ماذا تقول؟ اوي 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 ضحكة. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام الجديد والجميل وجمالك جمال. اللهم بارك. طاع طاع يا اخي طاع. كل بداوي على راس الاخوان اللي بغى الف من المرحبا وتحيه للجميع. اوي 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اخوان اللي بغى الف من المرحبا ملكية ود ميلود وتحيه لكم جميعا. هك 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 هك. السلام عليكم تحية لكم اينما كنتم داخل الوطن العربي. كنشكر جمهور قناة سنجابيكا اللي كيدعموا القناة لايك تعليق. تحياتي لكم من هذا المنبر. اليوم الناس كيسولوا على قطعة الزينة عندي لكم شي حاجة هي العين. الناس اللي كيتسألوا على البنكار عندنا البنكار سكوتيش عندنا سكوتيش شي حاجة. اللهم بارك كيعاندها صدمة لكم. اليوم معنا الاخ كريم ولمون زيتون. السلام عليكم. سلامات اخويا سيكا. سلامات الناس الزوينين منزل قناه ديال سيكا. مرحبا الاخ كيدير المجهود باش يقدم لكم حاجه زوينه. اللهم بارك. فيها ما فيها حتى شي باس. درتي لي جيم كومونتير درتي لي كلمه زوينه ما فيها حتى شي حاجه. وهنا حد الان سمحوا لي على التعطيله اللي تعطلت عليها. انا كنجيب لكم الجيم. المهم عندي اليوم واحد الطير نعطيها ديال الزينه غنبرع فيها. اشنو النوع عندك؟ عندي البانكار وعندي سكوتي سبرايت وعندي سكوتيش عندي القهوة عندي السيرام. تبارك الله هادشي زايد عندي. غابرات غابرات القصور اوكرانيا القصور اوكرانيا ولكن الفوطيرة زايدة هنا في المغرب. هاد لي شاطو اللي كتشاف معنا غادي يورينا الاخ كريم. يلا توكل عليه. مرحبا. يلا بيني وبين المجموع انا كنتسناو
راك يعتذر لكم بعد غيبه طويله اللي دوروا في الشخصيه راك عارفوا العويش هذا الحمد لله هذا ولكن والله شوف جا وجاب معاه الجاي جا وجاب معاه الجاي كنخبر عليكم ضروري كنصدم اللهم بارك اللهم بارك انت ما شاء الله تبارك الله زوينين جمالك جا ما شاء الله انت خليك شوف 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 انت ما بغيت تقوى معانا انا ولي المشاهد ولي المشاهد الزين انا الزوار هو هذا البنكال اخويا هو هذا البنكال الجدره والسحقه غير في الامر دو فيمات دو موا نبغاو 1000 مرحبا ديسبونيبل ليفريزون جميع المدن شوف شوف تراساج تراساج راه هو كل شيء شوف لي ريون شوف شوف انا عطيني الكاميرا هنا كتشوف هنا شوف شوف رجليا تبارك الله شوف شوف الريالات هنايا هما صحة جيدة شوف انت بانكار ديال الخدمة ألف مليون مرحبا يلاه يلاه خوتي الناس اللي كيتسالوا على البانكار هو هو شوف شوف شنو تاوي لو فيمير مطريطين غادي اللي بغاو ألف مليون مرحبا مكاينش مربوطة حاليا راه ديسبونيبل يلاه سارع راه شحال الناس كيتسالوا في القناة كيقول لك بانكار ها بانكار لو فيمير وعندهم دوموا شوف الغالب في الامر هما نتاوي كلاب راح مع بلادي نتيوات اللي بغاهم 1000 مرحبا تواصلوا معنا وما يقول لك هذا السيد راه اهل الثقه نقول الرقم ديالك اخويا مرحبا 06 56 33 78 72 هي باقي المفاجاه رد لي هذاك الشيء هاني الكوكتيل صاحب دي سي 1000 مرحبا عطيناكم دابا اللحم دي سي فراسي كريم الجديد والجميل والجمال الجميل اللهم بارك اللهم كاين شوف والله وانا غيتكلم لكم في هذه الكلاسات زايدين عندو تبارك الله قول لنا خويا شنو النوع هذا ديال البونج قلت لكم خويا عبد الكريم شنو النوع هذا هذا سير الاخوان شي حاجه غوكا اللهم بارك سكوتيش توب ديال التوب هاي عطيهم اخويا السلام عليكم ها انتم من الزوينين ها انت ها القهوه ما هو لون سينامو ها هو الكاب سكوتيش لون سينامو ثم شاء الله تبارك الله تقرب يا خويا انت اخويا تحيه لعبد الرحيم خويا الكاميرا مان انت تبارك الله شوف الاواخر الاواخر انت تذكر لي لاك هذا عنده دو موا هذا عنده تخوا موا انت تذكر لي لاك تبارك الله انت ما شاء الله داك الشيء تبارك الله حاجه الغوطه 100 سلوك انت هنطق ما شاء الله تبارك الله انت هاد السينامو تا وحده شوف شد الولد وتشوفهم في جوجل وعاد ود مول الزيتون جوجل ود مول الزيتون جمال لا اواخر الاخوان شي حاجه الغوط قال تبارك الله ولا تبارك الله تبارك الله شو الزينات ما شاء الله نسيت شنو قلت لك مشاهد الرقم بهاتي 06 56 33 78 كنسيرتهم من كازا حتى يا اخي الدنيا يا اخي الله يبارك فيك شوف المهم هو التشيك واش تتواصل معايا مرحبا مرحبا ما عندناش مشكل اللي بغى يزوج جميع المدراء الاخوان كاين المزاقيه كاين الثقه و1000 مرحبا تحيه لكم فرجه ممتعه هذا الشيء اول خير راه ما كيبانش كيما غير مره عاود مرحبا 06 56 33 78 تابعوا المقطع من اللي قلت الخير كلمه سال السلام عليكم.